خلينا نذهب إلى زوايا المراسلين وقصتنا الأولى من مصر. يسعد صباحك ندى حجازي. والسلطات الصحية تحذر من سمكة غريبة، ما هي هذه القصة يا ندى؟ صباح الخير يا ريم. فعلا الصحة حذرت من سمكة منتشرة تحت اسم سمكة الأرنب. سمكة الأرنب هي قادمة من المحيط الهندي عبر البحر الأحمر للبحر المتوسط، وهي منتشرة في اليابان تحت اسم فوجو، وبيأكلوها ولكن بيأكلوها بحذر شديد، وبتطهى بطريقة معينة وطعمها حلو بس بتطهى بحذر. ليه؟ لأنها سامة. هي السمكة دي أصلا بتتغذى على الطحالب السامة، فبالتالي أي حد بيأكلها بيبقى عرضة إنه يحصل له تسمم خلال دقائق، ويعني يؤدي إلى الوفاة فورا، لأنها كمان ملهاش مصل. فعلشان كده هي تم يعني إيه التحذير منها، لأنها فجأة انتشرت في الأسواق المصرية. لا هي صراحة موضوع خطير. طيب ماذا عن عقار الاغتصاب؟ ما هي التفاصيل؟ فعلا يا ريم، تم تحديد المادة اللي كان بيتناولها سفاح التجمع قبل ما ينفذ جرائمه، واللي كان كمان بيجبر ضحاياه على تناولها، وهي مادة الجي اتش بي. مادة الجي اتش بي معروفة إعلاميا بعقار الاغتصاب، بسبب إنها مادة بتخلي اللي بيتناولها ما يفتكرش أي حاجة حصلت خلال الفترة اللي هو كان تحت تأثيرها. وعشان كده سفاح التجمع خلال التحقيقات ما كانش فاكر تفاصيل ضحاياه أصلا. بالمناسبة هي المادة دي مش عقار، هي مخدر، وكان بيستخدم قديما لعلاج النوم المفرط والكسل الشديد، ولكن بسبب إدمانها تم حظرها ومنعها في كل دول العالم. فهي مادة خطيرة جدا جدا جدا. يعني أكيد حنسمع كمان أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع في الأيام القادمة، لأنه هذه القصة بالفعل خطيرة وأخذت صدى كبير جدا، وصراحة يعني غريبة جدا. شكرا لك ندى حجازي، شكرا على هذه التفاصيل.